بقول للرئيس مبارك كل سنة وانت طيب يا ريس. النهارده العاشر من رمضان، بقول يعني احنا يعني بالنيابة عن الشعب المصري كله، الناس الأصيلة الناس المحترمة بتقول لك كل سنة وانت طيب، واحنا بنقول لك كل سنة وانت طيب يا ريس. عشان كده احنا جايين النهارده نحتفل بالعاشر من رمضان عند المستشفى، لأن احنا عارفين الرئيس موجود في المستشفى، فاحنا جايين النهارده نقول له كل سنة وانت طيب. اللي رفع علم مصر الرئيس مبارك، والرئيس محمد أنور السادات، بقول له الله يرحمه، هو طبعا الفضل ليه، فنقول له الله يرحمه. نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس مبارك ما يتنسيش، 30 سنة ما يتمسحوش كده، لأن المؤسسة العسكرية ما بتجيبش غير رجالة، فياريت اسم الرئيس مبارك يتجاب في العاشر من رمضان. نعم. الوقف النهاردة، أولا أنا عميل قوى جوية بالمعاش عبد الله، الحمد لله أنا أفتخر وأعتز إن أنا من اللي حضروا حرب 73. أولا اللي أنت ما تعرفوش في الإعلام في حاجات كتيرة طبعا، ودي للتاريخ. والراجل البطل اللي موجود النهاردة في المستشفى ما بيحكيش، وساب التاريخ هيحكي، لكن إحنا تلامذته إحنا عارفينه. لما السادات جاب الله يرحمه المشير أحمد إسماعيل وجاب حش مبارك وقال لهم قولوا لي النهارده السبت، يوم السبت اللي جاي ده هو تدوني تمام الاستعداد، انا اقدر ندخل الحرب ولا مش هنقدر ندخل الحرب ضد اسرائيل. احمد اسماعيل كان مرعوب وكان وشه اصفر وخايف، لان القرار ده قرار بلد ومسؤوليه كبيره في اعناقه. يوم الثلاثة اللي هو قبل السبت اللي هيقابله فيها انور السادات، قابله حسن مبارك وقعدوا مع بعض، قال له ما تخافش اتكل على الله، انا ولادي في القوات الجويه انا مدربهم مظبوط كما يجب، وعارفين ولادي هيعملوا ايه، وكل واحد بيتلقن وكله مستعد ومستني اللحظه ده. هي مناسبه العشاء من رمضان يا عم عبد الفتاح السيسي، يا رئيسنا يا رئيس مصر، لا تنسى دور الرئيس محمد حسني مبارك. الرئيس محمد حسني مبارك محبوس، وكلنا عارفين ان هو محبوس. اعمل معروف اعمل معروف اعمل معروف، احنا الناس كلنا قلبنا ابيض وقلبنا طيب وعارفين لعن الله قوم وضح الحق بينهم. احنا عايزين نخف من اللعنه دي، مش عايزين لعنه ربنا تصيبنا. حش مبارك ما يتحبسش، ومش عايزين عفو من حد، بس القانون ياخد مجراه، القانون ياخد مجراه بما يرضي الله، مش كده؟ الرئيس السيسي الوقفة النهاردة، احنا واقفين النهاردة علشان سيادة الرئيس حسني مبارك، بطل من ابطال، اعظم بطل في ابطال 6 اكتوبر، الراجل صاحب الضربة الجوية اللي افقد العدو توازنه، اللي بعد كده الصغير والكبير حتى بعد ضربة الرئيس مبارك للعدو ضربة في العمق. ازاي؟ وانا عايز اقول للرئيس السيسي، ازاي يا رئيس يا سيسي سياده الرئيس حسني مبارك لصاحب الضربه الجويه، قائد اكبر قائد في القوات المسلحه، رئيس مصر 30 سنه، رئيس الطيران 30 سنه، ازاي لغايه دلوقتي في الحبس؟ ازاي يا رئيس؟ ازاي؟ احنا جايين النهارده عشان نقول للرئيس كل سنه وانت طيب. بمناسبه العاشر من رمضان، هو بطل من الابطال، هو صاحب الضربه الجويه الاولى، واللي ينكر كده يبقى بينكر تاريخ مصر. وحسني مبارك مش اسم على رخامه، مبارك اسمه متسجل في التاريخ، وزي ما هو قال سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا. بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا معاك واحنا معاك، احنا ابناء الرئيس مبارك، لكن قبل كل حاجه احنا ابناء مصر، احنا ابناء مصر، احنا ابناء التراب ده، تراب مصر ده، احنا خوفنا ده، احنا فصيل قوي وحد صد وحائط صد للرئيس السيسي. واي لحظه هو مش هتحصل حاجه هتبص تلاقينا احنا اللي بناخد الصفوف الاولى، احنا عشان مصر، عشان مصر. شكرا يا فندم، سلام. ارجع نص كيلو هتلاقي ناس ثانيه تعمل معاك لقاء. ايه عاوز ايه؟ عاوز تقول ايه؟ الوقفه النهارده، الوقفه النهارده احتفال بالعاشر من رمضان، انتصار احد انتصارات مصر العظيمه. الرئيس مبارك شارك فيها،
برسم خطة الطيران، كان لازم يعدي ب 238 طيارة، لازم يعدي بيهم الخط الأزرق اللي هو خط بارليف، فكان لازم يعدي خط قناة السويس الخط الأزرق، والعدو ما ياخدش باله من 235 ولا 238 طيارة في وقت واحد في الساعة 2 الظهر. الرئيس السادات الله يرحمه هو اللي أوكل لي تحديد الميعاد عشان يبقى مناسب للطيران. فطلع الرئيس مبارك من كل مطارات مصر بطياراته والتقوا كلهم في نفس النقطة اللي هي الخط الأزرق اللي هي قناة السويس، وعدوا في نفس اللحظة، وبالتالي كانت المفاجأة للعدو الإسرائيلي، وهي دي كان مفتاح النصر الحرب 73. الرئيس مبارك حفظه الله لنا، دوما احنا معاه في كل محاكماته الحمد لله، وكل محاكمة بقول له عاشت مصر، عاش مبارك. مصر لن تكون إلا برموزها وقامتها. مين قامات مصر؟ هم السادات عبد الناصر حسني مبارك، لا أحد غير ذلك. عاشت مصر، عاش مبارك.